اخوان السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم في هذا الفيديو واحد الحاجه اللي كتعجبني بزاف في هذه المدينه، حتى نتوما تعجبكم. هنا كاين واحد القناه، المهم ماشي قناه، الساقيه اللي كدوز الماء، قناه ديال السقي. كاين قناه ديال السقي، شوف هنايا كنصب التيران ديال الكره كيسقيوه، هنايا كاين التيران الكبير ديال الكرة اللي كيلعبو الفرقة ديال هاد المدينة. قلت لكم اليوم غنوريكم واحد القناة ديال السقي، السقي ديال الأراضي الفلاحية ودايزة وسط المدينة. هانتوما تشوف، أنا غنوريها لكم دابا، دايزة وسط المدينة، كتدخل من هنا وكتخرج كتمشي كتفرق الماء على الأراضي الفلاحية. ما جاي من السد، ما جاي من السد وكيجي حتى لهنا، وملي كيوصل للمدينه تيخرج ثاني كيمشي للاراضي الفلاحيه. واش كيسقيو الاراضي الفلاحيه؟ حيت هنا واخا كاين الواد، واد صغير ما فيهش الماء بزاف، ما يقدروش يسقيو به، داكشي علاش كيجيبوا الماء من السد. السد كبير كيدوز كيوصل حتى لهنايا وكيديو كيخرج من المدينه وكيسقيو به الاراضي الفلاحيه. ها هو انا وصل له، اعطي واحد الديكور هو هو داك هذا من داك المزج ما بين العالم القروي والعالم الحضاري، ولكن عطاه واحد الديكور زوين، مصروع مزيان، مقادن مزيان. انتما تشوفوا النهار الاول اللي شفتو عجبني الديكور بزاف، مقادد مزيان وما عطى الديكور زوين. شي ها هو هاد دايز من تحت الطريقه، شوف مني خارج، خارج من هنا اول مره نقيه هون فيه الدنيا هانية. هاد شوف نقيه، هو كيجي من السد دايما ديما نقي. قاد شوف القناة يا هادي، كتبان بحال عشي ديكور ولكن لا، هما مستغلينها على جوج حوايج، كيستغلوا انهم كيسقيو اراضي فلاحية، وفي نفس الوقت دخل في البيزاج، دخل في هانت الجريدة حداه، كيعطي ديكور، عاطي ديكور زوين، ماشي نفس الوقت كيستغل باش يسقيو وداير ديكور زوين في المدينه. ها شوف راه في وسط المدينه، راه ماشي خارج في المدينه، راه وسط المدينه. ها شوف راه سوبر مارشي كيبان ليه، راه الناس دايزه. ها شوف منين دايز، انا نبقى تابعو حتى نوصل للنهاية ديالو. المهم لا على حساب، الا كان طويل بزاف ما قدرتش نمشي تالي. ها انتم شوف راه في المدينة، شوف دابا هنا داز، داخل من هنا، ها انتم داخل من هنا ودايز وسط تحت الطريق، راه الطريق دايز تحت الطريق بحال القنطرة داير له. ها انتم شوف في المدينة، راه ماشي دابا نحاول نقطع من هنا ونصور لكم النهايه ديالو. دابا راه دايز تحت، دابا في دايز، انا في غادي دايز من تحت، دايز من تحت الطريق. هانتوما شوف هاهو، هاهو هنا مني خارج، هاهو خارج من هنا. هاهو مني خارج، هاهو جاي من هنا. عرفت شي النهاية ديالو، مازال باقي، باقي هانت راه في المدينة، راه ماشي شوف هانت شوف. هما هنايا كاين بزاف كيعتنيو ب شاعل بنين 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 بني.
كاين جريدات كاين الشجر كاين باش ملي كتخرج كتحس براسك راك عايش ماشي هاد شوف الشجر كيزرعو بزاف الشجر هاد شوف هاد شوف ما كاين موال الناس كيجريو شوف هما واحد القضيه كيديروا دابا انا في هادشي اللي كيبان الارض راه ارض طبيعيه راه ما كاين لا دص لا والو كيخليوها هما قصدا تيخليوها هك طبيعيه باش ملي كيجيو الناس يجريو ولا ملي كيجيو الدراري الصغار يتمشيو هنا كيبغيو الناس كيبغيو الدراري الصغار يقيسوا الرمله يقيسوا الحجار يقيسوا كاين بنادم اللي كيجي يساري وكيجيو بكلابهم حاشاكم ها نوريكم واحد القضيه هادي هنا ملي كتكون غادي عندك مثلا قرعه كتشرب الماء ولا كتشرب مناضه ولا هادي كتلوحها هنا راه ما تلوحها في الطريق تلوحها هنا واخا هاد المره كتلقى كاين بنادم اللي وصلن الدراري المراهقين والدراري الصغار كيلوحوا ها انت هنا باش بنادم يدوز من هنا ها انت باش يقطع بنادم شو واش داير لهم قنطره صغيره باش تقطع من هنا تمشي للدار شوف ومازال طويل باقي طويل حيت ملي كيخرج مباشره ملي كيخرج من المدينه كيوصل الاراضي الفلاحيه تشوف راه كاين الديور كاين الناس ساكنين وكاين شنو تحل البالكون ديالك وتشوف الماء راه دايز ها شوف الطريق طريق ما كاين لا قدرون لا والو على الارض باش بنادم من كيجي يجري يدير الرياضه وهادشي ولا غادي بالبيكاره ديالو ولا غادي بالكلب ديالو حاشاكم ولا غادي بولادو كيساريهم كيبغيوهم حتى من الجهه الاخرى من القناه لهيه ثاني راه كاين على الارض نفس الشيء كتحس براسك بحال اللي راه ماشي في المدينه بحال اللي راه في برا في العروية ولا في ها نشوف مش ماشي على البيطون الصنادق شي لاصق شي شي لاصق شي لاصق شي ها تشوف تيساع مازال خصوصا هاد الأحياء هادو الجداد هاد الأحياء اللي كيديرو جداد ديما كيكونو هوك ولا لاحظتو واحد القضية أنت العود ها تشوف العود ما كاينش سيما ولا العود كيكون طبيعي كلشي طبيعي ها تشوف كيعطي ديكور زوين و شوف حيت ما يمكنش الارض تكون تراب وتجي تا ودير له السيما هنايا هادي هنا بنادم باش ما يطيحش الدراري الصغار ما يطيحوش ولا وراه صحيحه راه ماشي هانشوف كيما قلت ميمكنش حتى الارض ديرها له طبيعيه وتجي لهنا دير له السيما ولا دير له الحديد ولا دير له كاين واحد الانسجام ما بين الطبيعه وداك الشيء اللي كيديرو هانشوف هانشوف الفرق ما بين عماره وهالعماره الاخرى ما ملاصقينش هذاك الفرق بيناتهم كيديروه جردة ها تشوف انا اول مره من شتا قلت و كيف ممكن هما ملي جاوا في الاول ربما ملي جاوا يديروا هاد القناه ملي داروها ربما المدينه كانت مازال ما وصلتش هادشي اللي فهمت مازال ما وصلتش لهنايا وملي المدينه بقات كتكبر قالوا هادي فرصة واعرة باش نخليوه خرج لبرا وبداو يبنيو ولكن قادوه ها نشوف ها نشوف قناة باقا طويلة مزال هاهما تاني هنا داير لهم قناة منين يخرجوا باش الناس اللي ساكنين بغاو يدوزو من هنا واللي بغا يقطع من هنا يمشي لدارو يلقى منين يدوز
ايوا صرا نحبس الفيديو انا صافي هادشي باقي طويل بزاف ولا جيت مشيت على الليرة عندنا شي الساعة وقال عاد نسالي الفيديو شوف كيما قلت لكم شوف فرق كاين عمارة هنا ومن لهيه ما كاينش وعاد كاين عمارة وبيناتهم كيديروا جردة جردة وكيديروا كراسة فين يجلسوا الدراري الصغار فين يلعبوا حتى الناس الكبار تكون غادي وعييتي كتريح كتبغي تريح ما كتلقى فين تريح شوف ملي كيدوزو الطونوبيلات كتبان بحال القنطرة هذيك راه لتحت التتمة ديال القناة صافي هنا راه كتبان لهيك الغويبة صافي من تما راه كاين كتبدا الأراضي الفلاحية مشات صافي ايوا الاخوان هو هذا نخليكم هنا نسالي الفيديو وصلت 12 دقيقه 11 وصلت نطلع كندير الفيديوهات كنديرهم قصار علاش باش بنادم ما يملش ماشي يمل اللي بقى جالس نص ساعه هو خدام يشد فيه وعلى الهضره الخاويه ولا الخاويه الاخري ما يساليش كاع الفيديو ويسد اللهم كنديرهم قصار وصافي باش بنادم ما يملش ويحاول ما امكن يكمل الفيديو ايوا خليكم هو هذا شكرا 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 بزاف للمشاهدة وشكرا على الناس اللي تابوناو في القناة وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله تهلاو في راسكم.